بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس كيف يؤثر القرآن على خلايا الدم. قام عالم فرنسي بتجارب على تأثير الصوت على خلايا الدم، ووجد أن بعض الترددات الصوتية تنشط هذه الخلايا وتجعلها أكثر كفاءة، مما يرفع النظام المناعي للجسم، ولكنه لم يعثر على الترددات الصوتية الصحيحة. هنا يأتي دور القرآن الكريم الذي هو كلام الخالق تبارك وتعالى. فالترددات الصوتية القرآنية تستطيع التأثير على الخلايا الدم، خاصة الكريات الدم البيضاء، فتصلح هذه البرامج التي تحويها هذه الخلية، مما يساعدها على أداء عملها في مقاومة الفيروسات والبكتيريا. قد أثبت هذا الباحث أن الصوت المريض هو الأكثر تأثيرا على خلايا جسده، والله أعلم.